ايه احد جاوب لي على كل الاسئله دي بعيدا عن هاني سليمان، الحارس اللي بيعتبر احمد ناجي مفاجاه الدوري لحد دلوقتي؟ طبعا محمد صبحي. محمد صبحي الحارس اللي خيب ظن احمد ناجي. هو مش خيب ظني، هو ان شاء الله هيعود وهيبقى كويس. احمد الشناوي. اختيار ادوارد مندي حارس افضل حارس مرمى في الكان، كان في ظلم لابو جبل جدا لانه ما عملش اللي عمل ابو جبل او الشناوي في البطوله. لو هرشح دوري هخلي محمد الشناوي يحترف فيه، هيبقى الدوري الاسباني. الشناوي افضل حارس مرمى في الدور الاول للكان في وجود عمالقه زي ادوارد مندي والمغربي ياسين بونو والكاميرون اندري اونانا. معناه ايه عندك؟ انا ما شفتش من اونانا ده اي حاجه غير اخطاء. وما شفتش من بونو غير تعالي. يمكن اللي عجبني كوفي بتاع بوركينا فاسو. كوفي بتاع بوركينا فاسو. افضل تجربه لاحمد ناجي كمدرب حراس مرمى كانت؟ طبعا النادي الاهلي المنتخب. ممكن موسيماني يحطم اسطوره جوزيه لو استمر 15 سنه. 15 سنه. مباراه الاهلي وبيراميدز هتكون حاسمه في صراع الدوري؟ اعتقد انه يعني الاهلي والزمالك هيظلوا هما المنافسين في البطوله دي. احمد ناجي هو المسؤول الاول عن مشاركه الشناوي كحارس اساسي في المونديال. اكيد. رفضت ليه الزمالك؟ انا ما رفضتش الزمالك. هو المساله ان اخونا الصحفي خالد طلعت نعم كتب ان اسامه راح الزمالك عشان جاي جهاز كوبر وهيكون فيه احمد ناجي. نعم. عبد الرحمن ابني رد عليه قال له احمد ناجي مش هيروح الزمالك. فقال له لا انا خلينا اقول السؤال، زعلت ليه الزمالك منك؟ ما زعلتش حد. هم زعلوا بدون سبب. نعم. فجيت انا قلت عبد الرحمن قال لي اكتب يا بابا ان انت ما يحموش اسمك في ترشيحات الزمالك. فكتبت ان ابناء نادي الزمالك اولى بنادي الزمالك، في عادل المأمور وعماد المندوه وايمن طاهر واسامه عبد الكريم مدربين احسن مني 100 مره. نعم. انا لا انا معنويا ولا نفسيا ولا اي حاجه، انا لحم اكتاف خيري من نادي الاهلي. نعم. انا بعدي قدام النادي الاهلي بقعد ادي له تحيه وابوس الحيطان على انا فيه من كل الخير اللي انا فيه. نعم. من النادي الاهلي. فما عنديش ان انا ابقى في الزمالك دي خالص. يعني مش تقليلا من نادي الزمالك، قلت نادي الزمالك مكان ومكانه والقطب الاخر في الكره المصريه. كلام شديد الاحترام.